النصب على عشرات الأطفال تخلى عنهم منظم رحلة سياحية في بجاية. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا. قبل بدء الفيديو فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد. حذاري ثم حذاري من الرحلات السياحية التي يقوم بتنظيمها بعض الأشخاص مجهولين. إليكم هذا التقرير. أودع قاضي التحقيق لدى محكمة بئر العاتر جنوب تبسة مساء أول أمس الحبس المؤقت لممثل منظمة وطنية تسمى الشباب ذو كفاءات علمية من أجل الجزائر في العقد الثالث من عمره لتورطه في عملية النصب والإهمال أطفال قد قام بالتكفل بنقلهم في رحلة استجمام. تحولت هذه الرحلة لعذاب وجوع في شواطئ ولاية بجاية. القضية عرفت استنكارا واسعا دفعت بمجموعة من أولياء الأطفال إلى رفع شكوى أمام المحكمة ضد ممثل المنظمة وأيضا اللجنة الوطنية للسياحة والأطفال، يتهمونه بنقل أبنائهم في رحلة تخييم إلى شواطئ بجاية أين تم الاستيلاء على أموالهم وهواتفهم ثم اختفى، حيث اضطر بعض الأطفال إلى قضاء ليلتهم مشردين في الشوارع، حيث أكدوا أنهم تعرضوا إلى الجوع والعراء بينما منظم الرحلة اختفى عن الأنظار نهائيا، حيث كان سعر الرحلة 600 دينار جزائري للطفل الواحد. وبعد وقوع الضجة قام منظم الرحلة بتسليم نفسه لعناصر الأمن، وأثناء التحقق نفى موضحا أنه اصطحب معه 25 طفلا فقط ووفر لهم ووعدهم ما كانوا يحتاجونه، وأنهم لم يقدموا رفقة أوليائهم أي شكوى، بينما الذين تعرضوا للإهمال والنصب في بجاية سجلهم وسافر بهم شخص آخر يدعي أنه مساعدهم. وبعد تحويل القضية أمام وكيل جمهورية حقق مع جميع الأطراف لينتهي بمنظم الرحلة في زجه الحبس المؤقت. نصيحة لكل الأولياء الأطفال، رجاء لا تتركوا أولادكم يذهبون في رحلات سياحية مع أشخاص مجهولين أو أشخاص لستم أنتم متأكدين منهم، لأنها في هذه الحالة ربما لا قدر الله قد تكون أضرار وخيمة. إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب، وهذا تشجيع لنا لعرض كل المزيد وكل الجديد في القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.